أطيب منسف أكله بأمريكا وعم بفكر يقدم عرض استثنائي بمهرجان جرش المقبل برفقة زميلته شكران مرتجى. هي تصريحات الفنان محمد خير الجراح خلال لقائه معنا عبر شوفي ما في على هامش تقديم حفله مع فرقة مسرح سوريا، ويعتبر هذا الحفل هو أول عرض من نوعه للفرقة خارج سوريا بلوحات راقصة بسبقها مشاهد تمثيلية بتمهد الوصول للفكرة المطروحة خلالها. خلينا نتابع هاللقاء اللي حضرته زميلتنا زين الخطيب. نحن عملنا شخصيات قوية وترند بمسلسل هو ترند، بس أطيب منسف أكلته بحياتي رح تكون قصة غريبة كتير طريفة. أكلته في أمريكا، منجي أنا وياها منعمل ليو غنائي استعراضي على جرش. محمد خير جراح ما زال تحت لعنة أبو بدر. التقينا مع الممثل والمغني المسرحي الفنان محمد خير جراح وخبرنا عن مشاركته الأولى في مهرجان جرش بعد إطلاق ألبومه الأخير يلي بيحمل اسم الجو العام. بداية هاي مشاركتك الأولى في مهرجان جرش بعد إطلاق الألبوم الأخير، يعني خبرنا عن شعورك وإنت محمد المطرب وليس الممثل. المطرب الممثل ولس أو الممثل المطرب حقيقة، ولست مطربا حقيقة، خلينا نقول الممثل المغني أكثر، لأنه أنا ما راح لا أدعي إنه راح أكون مطرب أو يعني راح أغني، ضلني عم أغني راح محترف الغناء، بس ما راح أدعي إنه أنا بشتغل مطرب لأنه ما أنا أصلا مطربين ما شاء الله شحري ومن هون ومن هون. أنا عم أقول غنية شوي مختلفة، غنية إلها علاقة بمواضيع اجتماعية، مواضيع طريفة، مواضيع ساخرة، مواضيع ناقدة، وبعض المواضيع الوجدانية. حتى غنية إذا كان فيها حب وغرام فرح تكون طريفة وهيك من باب الخلينا المرح أكثر ما تكون هي أغنية هيام وواحد داخ، وهدول كلهم ما رح أعملونا، رايحين على قصة تانية. مرافق لهي القصة حالة مسرحية بالشو، بشكل العرض، بشكل تقديم الأغنية، ما تكون الأغنية فقط عم تنقال قول. رح نشوف مع مجموعة من الفرسان الحقيقة الراقصين اللي عم يرمحوا حوالين هاي الأغنية وأنا عم أقولها بنفس الوقت، ما بس رقص جمالي، لا، رقص بيعبر عن الأغنية. وقبل ما تنقال الأغنية رح يكون في مشهد تمثيلي صغير يقودنا إلى عالم الأغنية، بالتالي نحن عم نأسس أو نعيد تأسيس مشروع له علاقة بمسرح استعراضي بديانينه. هلأ نحن بخطوات صغيرة خلينا نقول عم نجرب نحن قديش بنشوف رح توصل معنا النتيجة، وبعدين نطور القصة. هلا رح نشوف كل أغنية لوحة لحالها، كل أغنية لوحة لحالها، موضوعها بيخلص من قيمه. نحن هلا بدنا نشوف بعد شوي إن شاء الله بنقدر نعمل مسرحية كاملة أو عرض كامل بيتضمن كل شيء من المسرح والتمثيل والغناء، وأنا معي الحقيقة مجموعة من الشباب هلا رح تشوفوهم بيعجبوكم كتير. وخلال لقائنا معه سألناه إذا رح يكون له مشاركة تانية مع الفنانة شكران مرتجى بعد النجاح يلي حققته أغنية ما بسترجي. شكران يعني يبدو أنه نحن بسبب خبرة العمل الطويل أنه نحن في انسجام كتير كبير بيصير بيناتنا وقت اللي نحن بيصير فيه شغل. وقت اللي عملنا تجربة الأغنية كانت من أنجح ما يكون، وأنا ما الحقيقة لأنه هي ما عندها تحفظات على أنه تكون عم بتغني مادة درامية من أنها تكون عم بتغني بس لتغني. يعني في كتير من زميلاتنا بيغنوا بس ما بيروحوا لهذا المود، يعني معظمهم بيروحوا باتجاه الغناء الطربي أو الغناء الغرامي، الحب المدري شو كذا، أو خلينا نقول الاستهجان، يعني ما هو موضوع مثل ما نحن عم نعمل هلأ يعني. فأنا والله بتمنى إن شاء الله هيك تزبط بالأيام ونرجع عيد التجربة مع شكران بأكثر من قصة، والقصة ببالي هلأ، وإن شاء الله خلينا نقول تحضيراً من الآن رح أفتح مع المشروع ونشوف بركي من هون للسنة الجاية منجي أنا وياها منعمل ليو غنائي استعراضي على جرش. وطبعاً ما بيخلى أي لقاء مع فنان أو ضيف الأردن بدون ما نسأله إذا جرب المنسف الأردني، بس كانت المفاجأة إنه الفنان محمد جرب أطيب منسف في أمريكا. يعني بزيارتك هون للأردن جربت المنسف؟ حقيقة أنا إلي أصدقاء كتير أردنيين وسوريين، حقيقة الفصل بين الأردني والسوري يعني خصوصي سكان المنطقة شوي صعب. أنا عندي قريبة صديقة أما
بيت الشافعي دمشقية، أبوها بيت الشافعي أردني، أولاد عم اللزم يعني جدة من هون دمشقي وجدة من هون أردني. فأنا ما بشوف هي، يمكن يكون في بعض العشائر الأصيلة الكتير القديمة اللي هن أردنيين بيور كتير أصلي، بس خليط المجتمع الأردني بين الفلسطيني والشامي ما في منه الحقيقة. فأنا دايق المنسف أكلته بالشام عند السيدة حنان الشافعي، واليوم حضرانتني هي وزوجها صديقي عمار أحمد حامد مع زوجتي، وبس أطيب منسف أكلته بحياتي، رح تكون قصة غريبة كتير وطريفة، أكلته في أمريكا. والله من واحد جايب أردني من بيت الكفوف اسمه باسم حيد، هذا باسم خوري الكفوف أبو أديب مختار الأردنية بكاليفورنيا. صارت سأبة الصدفة أنه أنا سكنت أنا عنده، استأجرت عنده الجيست هاوس لمدة شهر، وكل يومين ثلاثة ناكل منسف. نسفني نسف، الله يسامحك يا أبو أديب. وسألنا عن سبب عدم مشاركته في الأجزاء الأخيرة من مسلسل باب الحارة. أسباب عدم مشاركتك في الأجزاء الأخيرة من مسلسل باب الحارة؟ موتنا الحجي الأباند، موتنا، نسف الحارة شعلة من أساسها. وحبينا نعرف شو في جديد دراميا، وهل لعنة أبو بدر لسه عم بتلاحقه مثل شخصية أبو عصام للفنان عباس النوري يلي صرح مؤخرا إنه مش لاقي نجاح يوازي هالشخصية. شو في جديد يعني دراميا برمضان، وهل لعنة أبو بدر لسه عم بتلاحقك يعني مثل ما صار مع الفنان عباس النوري بشخصية أبو عصام يلي صرح مؤخرا إنه مو ملاقي نجاح مثل هاي الشخصية؟ الحقيقة نحن انصار فينا بشخصيات وكاركترات باب الحارة كلها، طبعا لا أستثني من كل اللي اشتغلوا باب الحارة، نحن عملنا شخصيات قوية وترند بمسلسل هو ترند، يعني هو يعني صارت قصة الضخ وتكريس الكاركترات والشخصيات أكبر لأنه كله مع بعضه مجتمع ترند، يعني فرد ترند والمسلسل ترند، يعني والمسلسل لحد هلا بينعاد والعالم بتشوفه، يعني حالات الطريفة من هاي القصة. لعنة يعني لعنة والحقيقة ونعمة بنفس الوقت، عم تفتح لك جواز سفر كتير قوي بقلوب الناس بالمعاملات بالحياة. فلا يعني حلو أبو بدر وبحبه كتير، صحيح موتوه بالمسلسل بس أنا لسه بحبه، ودي أعمل له مسلسل لحاله نكاية بالصبايا.